يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وقف كثير من العظماء والمفكرين من غير المسلمين عبر التاريخ موقف التعظيم لسيرته والإعجاب بشخصيته والإشادة بمواقفه ومبادئه. محمد يا رسول الله محمد. قالوا في رسول الله محمد محمد يا محمد. أما مايكل هارت فيقول إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. يا رسول الله 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 يا رسول الله.